الحقيقة أن العلاقة ما بين مصر والإمارات علاقة تاريخية، سواء على مستوى القيادة السياسية أو الحكومات، وشعب مصر والإمارات شعب واحد، طول عمرنا تربينا على كده. الشراكات والعلاقات ما بين الدولتين مستمرة. الحقيقة أنا سعيد النهاردة، وزي ما قلنا جوه احنا بنعتبرها شراكة وتوأمة ما بين رابطة الأندية المصرية ورابطة الأندية الإماراتية المحترفة. الحقيقة هم اشتغلوا كويس قوي، بقالهم 15 سنة، يعني احنا 100 سنة كورة بس أول سنة رابطة، بس عندنا كل مقومات الكورة، عندنا جماهير، عندنا أندية عريقة، عندنا يعني كل المقومات. فأعتقد أن الشراكة دي هتفيد الجانبين، هنستفيد ما يخص احترافية تنظيم المسابقات، التشكيل الإداري، ودي الحاجات اللي هم نجحوا فيها، وعندنا مشاريع وأفكار حطناها. احنا بقالنا 4 شهور شغالين على الاتفاقية دي، مش هي اتفاقيات ماتشات وبس، ولكن هي شراكة أبعد، هيكون ليها إن شاء الله عائد كبير على الدوري المصري والدوري الإماراتي. عملية التعاون أكيد ما راح يكون لها حدود، هي مش قصة أن احنا حطينا 1 2 3 هذه النقاط فقط، هي كيف احنا ممكن نستفيد من هذه الاتفاقية. ومثل ما ذكر سعادة النائب أحمد أن هي توأمة، بحيث أن يكون في علاقة مشتركة. دوري المصري دوري كبير، دوري جماهيري، دوري فنيا قوي، فأكيد راح تكون في فائدة أيضا مشتركة ما بيننا وبينهم. هي ليست فقط قضية مباراة أو سوبر، هي تبادل تعاون، تبادل استفادة من ناحية الناحية الفنية، الناحية التكنولوجية، الناحية التسويقية، كثير من النواحي. صدقني هي مش قصة فقط نقاط معينة وراح نكتفي فيها، راح نتطلع لما هو أبعد عن ذلك بكثير، عن فقط اللي هي عملية المباريات المشتركة. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما شفتوا على الشاشه حاليا كان كلام مهم جدا بخصوص اتفاقيه التعاون ولا التوأمه ما بين رابطه الانديه المصريه مع رابطه الانديه الاماراتيه. وبالتاكيد اي حدث رياضي، اي ايفنت ما بين مصر والامارات على المستوى الرياضي احنا بنسعد بيه جدا. كل مباريات السوبر وكل مباريات الاهلي في ملعب الجزيره، في ملعب هزاع بن زايد، في كل ملاعب الامارات بنلقى فيها كل الحفاوه والاستقبال، وجمهور النادي الاهلي والجمهور المصري بيسعد دايما بوجود الفرق المصريه على ارض الامارات العربيه المتحده. نتمنى يا رب التوفيق لرابطه الانديه الاماراتيه اللي عندها خبرات كبيره جدا في ملف دوري المحترفين، لان هي بالتاكيد سابقه في الملف ده منذ سنوات طويله. والدوري الاماراتي من الدوريات القويه اللي فيها استثمارات مهمه جدا، نتمنى فيه التوفيق في الملف ده، ويكون في اتفاقيه ويكون في استفاده من الخبرات، وكمان تكون بدايه عمل ممتازه لرابطه الانديه المصريه برئاسه الاستاذ احمد دياب خلال الفتره اللي جايه. وعلى هامش ده كمان باذن الله هنشوف بقى في مباراتين كاس السوبر في الفتره اللي جايه في الامارات. كاس السوبر الموسم الماضي اللي هيكون بين الاهلي والزمالك ان شاء الله يوم 21 اكتوبر، وفي كاس سوبر اخرى ان شاء الله لكن بعد ما نخلص الدوري والكاس بالنسبه للموسم الحالي. ونتمنى يا رب ايضا كمان يكون الاهلي طرف فيها، لان بالتاكيد وجود الاهلي في الامارات بيسعد الاشقاء جدا في الامارات العربيه المتحده، وبيبقى رواج كبير جدا للحدث والايفنت اللي بتنظم في الامارات العربيه المتحده. طيب.